سائل يقول: هل قوله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها المقصود به المشرك أهلها؟ أي نعم، لأن الظلم يراد به الشرك، والمراد أهل مكة الذين بقوا على الشرك وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم المقصودون بهذه الآية، الظالم أهلها. أما البلد طيبة، مكة طيبة، لكن أهلها هم الظلمة. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: وهل الدعاء به في بلد مسلم يعد تكفيرا للمجتمع؟ يقول: وهل الدعاء به في بلد مسلم؟ شو الدعاء به؟ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. نعم. يقول: هل الدعاء به في بلد مسلم يعد تكفيرا للمجتمع؟ بلاد الكفر، الذي يبقى في بلاد الكفر وهو يقدر على الهجرة، هذا هو الذي توجه إليه الوعيد، يبقى في بلاد الكفر من غير عذر وهو يقدر على الهجرة. أما الذي ما يقدر على الهجرة هذا معذور حتى يقدر، نعم، لكن يتبرأ مما عليها للبلد ولا يوافقهم. نعم.